قلنا بس تاني. هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت يا بنتي، اتنين متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه، خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي كتر خيرك. ها في حاجه تانيه؟ اه في، وفي تالته وفي رابعه وفي خمسه. وما يعرف الشغل انا ما احبش صواني وبسبسه انا يلا على شغلك. ونقول الو. الو يا سيد الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي يا جدع؟ اصبر، هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت ارجي يا اخويا في خطر ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سال عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا. استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. ميس بسنت. خير يا هادي؟ عندنا مشكلة ومحتاجينك حالا. مشكلة ايه؟ في حاجة حصلت عند الشاليهات. هم هناك عند الشاليه اللي في الجس الايطالي ده. كان في ايه؟ مفيش يا فندم، مشكلة بسيطة اتحلت الحمد لله. والله يا فندم ده صوتهم كان جايب اخر الدنيا ومحدش فاهم منهم اي حاجه، وحضرتك عارفه ان اللي بيتكلم ايطالي محمد رأفت واخد اجازه عشان عمليه البواسير بتاعته. طب فهميني، طيب عملتي ايه؟ مفيش يا فندم، الجماعه الاسباني اللي في الاوضه الثانيه كانوا شاربين ومشغلين التلفزيون على قناه رقص وقاعدين مدينا، والطليان كان عندهم رحله سفاري بكره بدري وعاوزين يناموا، دخلت هندلت الاسبان فالطليان شكروني ودخلوا يناموا بس. الو. ايوه يا ورد، انتوا فين؟ ايوه ايوه انا على شمالك، تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه، دخلوا الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك، رايح فين؟ هبوس ايديكي دقيقه واحده بس، هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده، هستاذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر إن شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا ومش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الأوضة معقمة. حاضر. تسلمي لي يا وردة. تسلمي لي يا وردة. سايب ورايا راجل، حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا اسامه، والرجاله ما بترجعش غير اللي خلقها وبس. انا جنبك ومستنيك اخوي وابني. لو تسمح تستنى لي بره وانا هطلع لك اشرح لك الحاله. سعيد ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سعيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من السوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني بس؟ واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمة قلالة الدين. سيد هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامة وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل، ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاديصه ولا حس ولا خبر، كنين ومحدش يعرف لهم مطرح. طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور.
هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هنقله في اوضه دي. يعني مفيش اي حاجه خطره؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي، لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ اشاش قطن مكروكروم انتبيوتك؟ هو اسامه عنده ايه؟ هي دي اخلاق الفرسان، خطوه عزيزه يا ست. بلا عزيزه بلا تفيده. انا بقول كده برضه. وانت ايه؟ مالكيش كبير؟ ها؟ تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش اخت كبيره تستأذنيها؟ ايه؟ انا جبت طارق يطمن على اخوه. طب هم واخوات، انت ايه اللي حشرك ما بناتهم؟ اقل حاجه تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على ايده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى، تربيتي. يلا يا اختي همي، وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخويا. لا معلش يا طروق، روح انت النهارده وسام بقى كويس. طب اطلع بوصة. لا قوم هات بوصة وانا ابقى اوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا صلاح. حرام، عفشه التاكسي انتهت. يلا يا اختي اتفضلوا. يلا يا اخوي يلا يلا. سيد سيد قوم عشان اروحك عشان ترتاح شويه عشان تقدر تكمل انت جاي من مشوار بعيد. روح انت يا سمح، لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير تمام. عيب عليك يا سيد، اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمح. عندك حق برضه.